مبهر بشكل مش مفهوم يا صبحي. يعني we were impressed. حلو عن جد. صراحة. طيب في كمان فاشن شو تاني كمان في أجواء فيتوريستيك وهو من الماضي صار اليوم في باريس فاشن ويك وكان مبهر وهو عن عرض جورج حبيق على مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2023. العرض كان بعنوان نسيم الكوكب الأحمر بجسد احتفال على كوكب المريخ بتختلط فيه أجواء عالم الفضاء ببريء الديسكو. بس أنت رح تفسر لكم أكثر عن الموضوع. حفصل لهم أكيد وده معناه أن الإطلالات شبابية فيها طابع ريترو مستقبلي للستينات طبعا القرن الماضي. وجورج حبيقة حب أنه هو يعرف عن المجموعة وبيقول أنها رسالة بتحث على المضي قدما رغم الكوارث المحيطة بينا، وفي نفس الوقت كمان بتركز على الحاضر في الوقت اللي بنحلم فيه بمستقبل أفضل. وبتتميز كمان بعض قطع المجموعة بالزخارف الذهبية والفضية. أما الفرو الاصطناعي فكمان كان ليه وجود وده كان من خلال عدد من قطع المجموعة وخاصة عند القبة، وكمان المعاطف النسائية والجاكيتات الرجالية. كمان شفنا استخدام الريش في أكتر من أوتفت وخاصة على القبة والأكمام، وكمان أطراف الأزياء وفي أكتر من قطعة زي نهجوج بالكريستال. وطبعا التتر الفضي كمان استخدمه في أكتر من أوتفت في رمزية للنجوم المذنبة. تتجلى حرفية جورج حبيقة بالتطريز الفاخر على فساتين الدانتيل اللي زينتها أحجار ماسية. كمان المجموعة ضمنت بدلات مزدوجة الأزرار عند الصدر. أما بالنسبة للإكسسوارات فلاحظنا أن القفازات رفعت معظم القطع. يعني بصراحة القطع كلها بيس بيس، كلهم أحلى من بعض وكلهم فعلا أبهرونا وحب فرج عليهم. بنشوف حاجة مختلفة، حاجة حلوة، حاجة أنا بعتبرها أن هي صراحة يونيك. صح.